دمشق 2020. مترو دمشق يمر اليوم عبر 35 منطقة في المدينة، يخدم 700,000 راكب يوميا. مطار دمشق الدولي يستقبل أكثر من 13 مليون سائح سنويا دون السياحة الداخلية. مدن صناعية تغطي الاحتياج المحلي في كافة القطاعات مع تصدير إلى أكثر من 40 دولة. مرور 5 سنوات على محو أمية كامل في جميع المناطق بعد أن كانت 5% في 2010. نسبة البطالة انحدرت إلى نحو 3%، واعتبرت محافظة حلب الأقوى في تشغيل اليد العاملة بنسبة 94%. هي حكاية لبلد يدعى سوريا. ربما تستغربون أن هذا ما كنا سنصبح عليه في هذا المكان، إلا أن عام 2010 كان المفصل للدخول إلى تلك الدولة الحديثة التي يسعى السيد الرئيس بشار الأسد لتأسيسها منذ توليه الحكم عام 2000. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري الديمقراطي الشعبي، وأن أحترم الدستور والقوانين، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أعمل وأناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية. شهدت البلاد آنذاك انفتاحا على الأسواق في رغبة من الرئيس الأسد للتغيير ليتضاعف حجم الاستثمارات 12 مرة. هذا التغيير شمل أيضا القطاع العسكري، حيث بات الجيش السوري من أقوى الجيوش العربية، وصنفت سوريا من أكثر بلدان العالم أمانا. Syria is a very secure country. Not bulletproof. Can open the window, check it. Open your window. Yeah. So you don't take risk doing that? I don't take what? Risk? Risk? No, there's no risk actually. You cannot be secure through bodyguards. You can secure through being having secure society. هنا سنة 2010. هنا دمشق قبل أن تثور بها رياح الخراب. خطط 5 وضعت على الصعيد الاقتصادي والصحي والسياحي والتعليمي والخدمي. عدد السياح تجاوز 8.5 مليون سائح مقابل 6.9 مليون سائح في عام 2009، بنسبة نمو تصل إلى 40%. قطاع الأدوية السوري يغطي 90% من الحاجة المحلية، ويصدر إلى 54 دولة حول العالم. نسبة الأمية اقتصرت على 5% بعدد مدارس تجاوز 21,000 مدرسة. القطاع النفطي السوري حل في المرتبة 27 عالميا من حيث الانتاج، متجاوزا 400,000 برميل يوميا. الانتاج الكهربائي في سوريا بلغ 46 مليار كيلو واط ساعي، كان في عام 2010 كفيلا ليس فقط بتغطية الحاجة المحلية، وإنما تصدير الفائض إلى دول الجوار. الناتج المحلي تجاوز في سوريا عام 2010 64 مليار دولار، وحجم المديونية 0. 10 سنوات مرت، وتلك الأرقام تضاعفت عشرات المرات، ولكن في الخسائر. خسائر الاقتصاد السوري تقدر بحوالي 254 مليار دولار، فأكثر من 113,000 منشأة صناعية دمرها الإرهاب. في ظل العقوبات الاقتصادية التي فرضت من قبل أمريكا ودول أوروبية، انكماش للاقتصاد وصل إلى نحو 30 إلى 34%، وخسارة مليون فرصة عمل. ارتفع معدل التضخم إلى مستوى يصل ما بين 70 إلى 80%، وتراجع سعر صرف الليرة السورية بنسب كبيرة للغاية مع هجرة رؤوس الأموال منذ الأشهر الأولى للحرب. 10 سنوات من أزمة غير مسبوقة أدت لتراجع الناتج المحلي الإجمالي من 64 مليار دولار في 2010 إلى 17 مليار دولار في 2020.
إضافة لتراجع الموازنة العامة للدولة من 18.1 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار. أكثر من 50 مليار دولار خسائر القطاع السياحي، فيما بلغت خسائر القطاع الزراعي 68 مليار دولار. وفي القطاع الخدمي تقدر الخسائر ب 29 مليار دولار، والكهرباء بلغت 28 مليار دولار. هذه الإحصائيات لم تبقى بطبيعة الحال بمنأى عن حياة الأسرة السورية التي تأثرت بشكل كبير مع ارتفاع نسب البطالة إلى 80% وارتفاع الأسعار بنحو 15 ضعفا. قد تبدو الصورة اليوم قاتمة للغاية، لكن في الواقع هذه التحديات وضعت الدولة السورية أمام مهام من نوع جديد، في مقدمتها إعادة بناء الإنسان الذي يشكل حجر الأساس في التنمية والإعمار، إضافة إلى تضميد الجراح التي خلفتها الحرب عبر برامج ومبادرات ترعاها رئاسة الجمهورية وبإشراف مباشر من السيدة الأولى أسماء الأسد، وتستهدف دعم ذوي الشهداء والجرحى وتمكين الفئات المجتمعية الشابة والأخذ بيدها للمضي نحو مجتمع أفضل وتحقيق التنمية المستدامة. طالما نحن متحدين ومتمسكين بمبادئنا، بثقافتنا، بهويتنا، بتنوعنا، بكل شيء، فرح نرجع نطلع مثل طائر الفينيق الأسطوري لنعمر هالبلد ونضل نضحي كرماله. وهلأ الوقت لننطلق من جديد، لأنه سوا مننمي سوريا وإنسانها. رغم كل الخسائر التي تواجهها البلاد، فإن سوريا اليوم لا تعاني من مديونية ترهق اقتصادها، في ظل خطط توضع لمواجهة تحديات العقوبات في محاولة للبدء بخطوات تعافي الاقتصاد، ليبدأ ذلك من المستوى الداخلي المؤسساتي عبر إطلاق الرئيس الأسد المشروع الوطني للإصلاح الإداري عام 2017، والذي يعد اللبنة الأساسية في عملية النهوض الشامل في الأداء الإداري والعمل المؤسساتي الحكومي. وأؤكد مرة أخرى بأن هذا المشروع هو ليس مشروع وزارة التنمية الإدارية، هو مشروع كل الوزارات، هو مشروع كل هذه الحكومة، وهو مشروع وطني في الواقع أكثر من كونه مشروع حكومي. كل واحد فينا معني بهذا التطوير، وإذا نجحنا به ولا بد أن ننجح، عندها سنرى بأن الانعكاسات سوف تنزل إلى كل المستويات الإدارية وسوف تنعكس أفقيا على مستوى الساحة الوطنية. أتمنى لكم التوفيق في كل المهام الصعبة والمعقدة في هذه الظروف، وشكرا لكم.